تحول لون المياه إلى لون غريب أثار فزع الأردنيين الذين فوجئوا بخروج مياه لونها أحمر من داخل البحر الميت. كيف تحولت المياه إلى هذا اللون؟ وما الذي حدث؟ وكيف فسر المتخصصون هذا التغير في لون مياه البحر الميت؟ سأحكي لكم في ملخص القصة. ظاهرة غريبة والأولى من نوعها تمثلت في ظهور مياه بهذا اللون الغريب على طريق الأغوار الجنوبية في البحر الميت في الأردن. ظهرت المياه في إحدى الحفر الانهدامية الناتجة عن انخفاض مستوى البحر الميت ومرور مياه عذبة تحت طبقات الأرض، ما يؤدي إلى ذوبان الكتل الملحية وظهور مثل هذه البقعة من المياه باللون الأحمر. وانتشرت الصور لبركة حمراء في منطقة البحر الميت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ما استدعى تدخل وزارة الري للتعليق على الموضوع. أكدت الوزارة في بيان أن هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر تماماً، وقامت فرق مختصة من وزارة المياه بأخذ عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء وأرسلتها إلى المختبرات لتحليلها. الجدير بالذكر أن منشورات كثيرة تحمل صوراً تناقلتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يتساءلون فيها عن تلك البركة الحمراء التي ظهرت فجأة، حيث لاحظ الناس خروج مياه بلون مختلف، وتساءل بعضهم هل يمكن أن تكون هذه الظاهرة بداية لجفاف البحر الميت؟ وأفاد آخرون بأن منسوب المياه قد ارتفع في تلك المنطقة عن الطبيعي، إلى أن أكدت وزارة الري أن تلك البركة معزولة عن البحر ولن تؤثر على مياه البحر الميت أبداً. وأكد متخصصون أنهم لا يعرفون السبب، هل هي بقع نفط مخلوطة مع المياه أو ناتجة عن وجود أعمال على مياه وادي بن حماد؟ الأمر بحاجة لدراسة من قبل الجهات المعنية لمعرفة الأسباب. ويذكر بأن هناك تشققات جديدة بالقرب من طريق البحر الميت في الأغوار الجنوبية تشكل خطورة على الطريق العام. يقع البحر الميت على الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو أحد أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للاهتمام على وجه الأرض. وإذا استثنينا بعض الكائنات الدقيقة وبعض الطحالب، فإن بحيرة المياه المالحة هذه خالية تماماً من الحياة، إذ لا يوجد في مياهها أو حولها أعشاب بحرية أو أسماك أو أي مخلوقات أخرى. ويحتوي البحر الميت على نسبة من الملح تفوق العادي والطبيعي في أي بحر آخر بنسبة 10 أضعاف، وذلك لأن البحر الميت عبارة عن بحيرة مغلقة تتدفق إليه المياه من أحد الروافد الرئيسية وهو نهر الأردن، ولا تخرج المياه منه إلا عن طريق التبخر. إن المحتوى العالي من الأملاح والمعادن في البحر الميت يعني أن هذا المسطح المائي له خصائص علاجية قوية. لذلك فإن البحر الميت هو أكبر منتجع صحي مجاني على وجه الأرض، حيث يجذب السياح والسكان المحليين على حد سواء. وإذا كنت ترغب في المزيد من الاختصاص، فستجد الكثير من العلاجات في الفنادق والمنتجعات الصحية على طول شواطئ البحر الميت.